استاذ محمود. بص يا كابتن، عاوز اقول لك حاجه بامانه شديده. احنا سعيد جدا نقول ان احنا نقفل الكراسه بتاعه افريقيا ونرجع او نستنى عندنا ماتش مواجهه صعب جدا يوم الجمعه وان عشان نكمل. لسه عندك فرصه كبيره جدا، مباراتين صعبتين جدا يعني. يعني عاوز اقول لك خصوصا كمان، انا اسف يعني يا استاذ محمود ان انا بقول لك او بقطعك، يعني ان احنا ان شاء الله لو ربنا كرمنا منتخب مصر طبعا، ودي ملهاش علاقه بمصر بس عشان ما حدش يقعد يقول لنا انتوا اصل الاهلي لا، لكن احنا عندنا مباراه يوم 25 ومباراه يوم 29. النادي الاهلي عنده مباراه اللي وضع التوقيت بتاعها هو الاتحاد الافريقي. اه طبعا، مش حد يعني، بس عشان ما ايه، اصل هم دايما هم واخدين الكلمتين. لما الاتحاد الافريقي خد جزء من اتحاد الكره المصري البطوله دي الظاهر. فهنلعب مباراه يوم بعد رجوعنا ان شاء الله من السنغال، يوم واحد او اتنين، بعدها بيومين ثلاثة، واحد ولا اتنين، او بيومين 48 ساعة، بعدها بيومين. فعايزين نتكلم برضو في النقطة دي، لان دي اخطر حاجة مهمة جدا، لانه في الاخر انا لا قدر الله حصل حاجة في هذه المباراة ولم نصعد الى كأس العالم، هتبقى المباراة دي نفسيا على اللاعبين اللي هم الاكثرية من النادي الاهلي هتبقى صعبة يا كابتن. وان شاء الله لو فزنا برضو لاعبتنا هتبقى جنحت للراحة والاحتفالية. ما هي ايوه، ما هو انا ما سبتنيش، انت ما سبتنيش اكمل. بس برضه اقول لك يعني المعلومات في الفوز مختلف. لا انا خايف عليك، ولكن هو عنده حق. انا خايف عليك عشان اللي بيخطفوها يقول لك شفت ان مصر لحقتني. هو ده الجانب الاخر، والجانب الاخر ان انت حتى لو ربنا كرمك وان شاء الله وهو الاقرب ان شاء الله يعني ان احنا نكسب، هيبقى محتاج ان انت يومين ثلاثه يعني تحتفل بيهم. هنا يا كابتن لازم بيبقى فيه صراحه في التحرك ومخاطبه الاتحاد الافريقي بالنظر تحت اي ظرف. لا يجوز النادي الاهلي طبعا مع الاتحاد الكره المصري، اتحاد الكره المصري اهو. بقول لك ليه؟ لان الاتحاد الافريقي النهارده في البطوله دي عمل حاجه غريبه يا استاذ صبري، عمل ماتشات اتلعبت في نفس التوقيت. يعني مثلا الاهلي والزمالك في القاهره 9، الاهلي بيلعب في القاهره 9 والزمالك بيلعب في المغرب 9. يعني انت عملت ايه؟ اسم طول، واللي انت مشهود عنك طول عمرك كاتحاد افريقي مسؤول عنك التنظيم يا كابتن، بالتنظيم توقيتاتك. مظبوط، ما تبقاش فيه تضارب يا كابتن اسلام. لكن لما اجي اتكلم على صن داونز واللي حصل فيه امبارح، دي اولا الاهلي عمل بها رقم سلبي بالنسبه له، انه رجع من 20 سنه النادي الاهلي كان خسر امام جان دارك في القاهره 2-1 وراح خسر هناك في السنغال 2-1. ايوه، وكانت بدايه اول هزيمه للاهلي على ملعبه في دوري الابطال من الرجاء سنه 97 في القاهره 1-0، كان لسه شكل البطوله الجديد، كانت اول هزيمه للنادي. اول نسخه كانت اول مره الاهلي تهزم على ملعبه، ده كان بدايه رقم يعني فال مش كويس. طبعا عمر الاهلي ما بيخسرش، ما بيعرفش الخساره. لكن سهل جدا ان احنا هنقول يا جماعه نقفل الملف صن داونز دلوقتي. نعم، وتعالى نفكر في المريخ. انا معاك في الكلام ده الدعم، لكن عاوز اقول لابد يكون في درس، وفي اعتقد المدير الفني في حساباته محطوط المنظر اللي شاف، لانه انت فرقه عارفها كويس جدا وحافظها كويس جدا، وعارف انت عارف مفتاح، انت اللي عملت المفتاح، انت اللي عملت الشكل، المفتاح معاك. فاعتقد اللعيبه كمان اللعيبه عليها. معلش يا استاذ محمود، واحنا بنتكلم برضو، واتمنى ان حضراتكم برضو تشاركونا في هذا الامر. انا دلوقتي قلت للعيب الفلاني من اللعيبه اللي موجودين اعمل اللي مطلوب منك، تعمل 1 2 3. ما هو اللاعب ما عندوش الباور او القوه او الناحيه البدنيه اللي تخليه يعمل كذا. ما هو انا كمدير فني اكيد قلت 100% او مليون في الميه، ما قلتش لعمرو السولية اغلط كل شويه او طبعًا اعمل ميس باس طبعا، ما قلتش لعلي معلول الباس بتاعك ما يبقاش كده، ما قلتش لمحمد عبد المنعم ان انت كل داخل ما تخش على حد تعمل، ما قلتش. كلامك صح، ما انا حدش بيختلف. لكن في نفس الوقت انا قلت اللعيبه نعمل كذا نعمل كذا، لكن اللعيبه برضو ساعات ما اعرفش، انا باخدها من نظر وجهه نظر اللعيبه معلش شويه، ان اللاعب بيبقى تعبان جدا مش قادر يشيل رجله، عنده طبعا غلط وكل حاجه، لكن في النهايه عنده تعبان مجهد تعبان. انت جاي دفع معنوي، اتفضل. بس ماتش في الدوري، ماتش اكثر من رائع، الناس كلها مبسوطه باللي حصل بالروح والقوه. جميل، خلاص هنا بيبقى في دور للجهاز المعاون والجهاز الفني لتجهيز اللعب وتغيير الدوافع. انا عاوز اقول لك انه يعني انت رحت في اجواء اداره الاهلي ومجلس ادارته بوفر لك كل سبل الراحه 100%، طياره خاصه، كل اللي انت عايزه بتعمل لك. مظبوط، تدريب، تجهيز، يعني الامكانيات. انت لاعب الاهلي ما ينفعش تلعب سطر وتفوت على سطر. لا قدر الله، تخيل بقى لو ما كانش في طياره خاصه كمان. انا بقول لك اهو. فاللي انا عايز اقول لك ايه، انه في صن داونز يا جماعه في سلبيات، انا بقول السلبيات دي لابد تؤخذ في عين الاعتبار.
تؤخذ طبعا في عين الاعتبار. مش هنتكلم عنها ونقول في الكلام دلوقتي لانه عندنا ماتش مهم جدا مع المريخ. ما تعتقدوش ان مواجهه المريخ يوم الجمعه مواجهه سهله. المريخ هيلعب بصوره مختلفه جدا، روح مختلفه كبيره جدا، عنده الدوافع، وخد قرار بالاستقرار انه يلعب في القاهره برضو، ليه هدف عنده مستقر عنده في المكان اللي هو قرار اتخذ عشان الهلال رفض عشان حتى لو كان الهلال رفض، لكن هو برضو هنا عمل ماتش كبير جدا معاك يعني عشان تبقى فاهم، وانت كسبت بشق الانفس صح. يعني هي فرق الخبرات واستغلال الفرص وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى طبعا. فاعتقد انه يبدا التركيز، لكن الناس زعلانه طبعا، زعلانه بامانه شديده. ما ينفعش الاهلي يخسر مرتين ورا بعض، ما ينفعش. مع احترام فرقه صن داونز، انت عملت معاها الفتره اللي فاتت نتائج كبيره جدا، اعتقد لا، محتاجه وقفه، محتاجه اعاده حسابات، محتاجه روح اقوى من كده. الاهلي يستحق انه يروح في مكان احسن من كده، دوافع مختلفه. انا شايف رغم كل الظروف دي الاهلي يعد من اقوى المرشحين للاحتفاظ باللقب الثالث ان شاء الله باذن الله تعالى. كل المشهد اللي انت شايفه هيتضح ان شاء الله بعد التاهل لدور الثمانيه. اعتقد ان شاء الله يكون توفيق حليف الاهلي في المباراتين القادمتين، ان شاء الله يكون في دور الثمانيه، ويكون في روح مختلفه، ومستر موسيماني والجهاز بتاعه يكون على اعتقد ان هم يعيدوا حساباتهم في كثير من الحاجات اللي احتاجوها 100% ده يحصل.